Latin, then حرب. هذا الشيء اللي عم تسمعوه عن هالمدينة. بس كيف هالشيء عم يأثر على الناس؟ اليوم رح خبركم سر. سر صغير عن الشام. شيله خلص خلي خلي ريلاكس هو كان ضابع بالي بس خذهم همهم تماما هيك قبل الحرب كان عندنا توازن ديموغرافي وجنساني منيح 50% شباب و50% صبايا وكنا شعب يافع مثل ما كل الناس كانت تحكي علينا اليوم اذا فتت على اي مكان مطعم كافيه جامعة أي مكان بتلاقي عدد الصبايا فيه أكثر من عدد الشباب خليني أفرجيكم هلأ نحنا بقاعة الامتحانات لهيك شوي صوتي رح يكون ضعيف مثل ملاحظين معي شاب صبية 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 شاب هالشي يمكن طبيعي يكون بأي بلد بتعاني حرب دايما الرجال بيموتوا نساء بيضلوا طبعاً ما في إحصائيات دقيقة بتأيد هالشي ليش؟ لأنه في ناس غادرت من دون ما تتسجل ناس ماتت وللأسف ناس ما بنعرف عنها شي هالشي أثر على جوانب حياتية كتير كبيرة كمثال جانب الزواج بالسابق البنت كانت تتدلل كتير عندها خيارات كتير وتحط شروط يلي بدها إياها هلأ وبما أنه نسبة الشباب كتير قلت وما عاد في عند البنات كتير خيارات لهيك صارت شروط الزواج أخف حدا من أصدقائي اللي هاجروا برا البلد قال لي عندهم الوضع كتير مختلف بمعنى عدد الشباب السوريين أكتر بكتير من عدد الصبايا وطبعاً بظن صعب كتير نبعث لهم صبية من هون ما بعرف إن شاء الله ترجع الدنيا مثل ما كانت حلوة ترجع الناس حلوة وقلوبها حلوة وشو ما صار بالشام بتضل حلوة ومنضل منحبها هيدا نبعتها